السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم وصفات مجربة وناجحة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم فطائر المقلات السائلة اللي هما فطائر مالحين، كنحضروهم للغداء أو للعشاء، كيوجدوا بسرعة وبمكونات بسيطة واقتصادية. قبل ما نبداو الفيديو كيف العادة ما تبخلوش عليا بلايك وشاركوا الفيديو مع الأهل والأحباب باش تعم الفائدة، والناس اللي أول مرة كيشاهدوا القناة كنتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك فيها وتنضموا لعائلتنا الصغيرة اللي بكم غادي تكبر إن شاء الله. بلا ما نطول عليكم في المقدمة ندوزوا المكونات وطريقة التحضير. على بركة الله أول حاجة غادي نحتاجوا 4 الكيسان ديال الدقيق، ما غاديش نديروهم كاملين في الأخير وغادي نوريكم شحال غادي نحتاجوا. فقط عندي هنا 1.5 كاس حليب دافي و1.5 كاس ماء دافي، دفيت كل واحد بوحده وخلطتهم في هذا الكاس. غادي نحتاجوا كذلك الفلفلة خضراء مقطعة وأيضا المعدنوس مقطع وكذلك فلفلة حمراء مقطعة وأيضا بصلة مقطعة رقيقة، علبة ديال الطون بالزيت من الأفضل يكون نوعية جيدة. عندي هنا بطاطا حكيتها في الحكاكة الرقيقة وعصرتها من ذاك الماء اللي كيكون فيها، الجبن المثلث مقطع مكعبات، معلقة خميرة فورية، 2 معالق زيت بلدية، عندي هنا راس معلقة ديال الزعتر ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة سكر سنيدة و2 بيضات. بالنسبة للخضر انا كنفضل اننا نوضعوها في هذه الوصفة خضراء، ما كنطيبوهاش. اللي كيفضل انها تكون طيبة يمكن ليه يشحرها مع شوية زيت المائدة، ضروري اننا نقطعوهم رقاقين بزاف. اول حاجه غادي نديروا الخليط ديال الحليب والماء دافي وكنزيدوا عليهم معلقه سكر سنيده وكذلك كنضيفوا لهم معلقه ديال الخميره الفوريه. وكذلك كنضيفوا لهم معلقه صغيره ديال الملح. وكنخلطوا هاد المكونات حتى كتذوب لينا السكر سنيدة وكتفاعل لينا الخميرة، كنخلطوهم مزيان. وكنضيف ليهم البيض وايضا كنضيف الزيت البلدية، من الافضل الزيت البلدية اننا نعملوها في هذه المرحلة ما نديروهاش في الاول مع الخميرة حتى ما كتخليهاش تفاعل. وغادي ناخد راس معلقة ديال الزعتر وغادي نحكو بيدي بهذه الطريقة وغادي نعاود نخلط هاد المكونات مزيان. وكنبدا كنضيف الدقيق بالتدريج، ما كنضيفوهش دفعه واحده حيتاش كاين الدقيق اللي كيتشرب السوائل وكاين اللي ما كيتشربش، هذا علاش كنضيفو بالتدريج. وكنخلطوا هاد المكونات مزيان
كيف كتشوفوا كيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا. انا ما استعملتش هنا 4 الكؤوس، بقى عندي هنا تقريبا نص كاس. هذا علاش ما خصناش نديرو الدقيق مره واحده. غادي نغطي عليه بلاستيك غذائي ومن فوقه منديل، وغادي نخليه لمدة نصف ساعة يختمر ونرجعو نكملو الوصفة. من بعد ما دازت نصف ساعة كيكون هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. كيف كتشوفو كيدير فقاعات وكيختمر. وكيتقال القوام ديالو على الأول. في هذا الأثناء غادي نضيف ليه الخضار والطون والفروماج. بالنسبة للخضار يمكن لكم تستعملوا أي نوع كتفضلوه، وحتى الفروماج يمكن لكم تستعملوا الفروماج حمر أو لا الموزاريلا. وغادي نخلط الكل جيدا. مباشره غادي ندوزو نطيبو الخليط ديالنا، ما كنخليوش يعاود يخمر. على نار مهيله كنوضعو المقلاه ديالنا وكنخليوها تسخن. من بعد ما سخنات المقلاه ديالي غادي ندهنها مزيان بالزيت. وكندير فيها العجين ديالي وكنحاول نوزعه بهذه الطريقة. من بعد ما كطيب الفطيرة ديالي كنقلبها الجهة الثانية وكندهن الجوانب ديالها بالزيت باش انها تجينا محمرة من الجهتين. وكنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة ونرجع معاكم مع الشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. غادي نقطعهم معاكم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل. كيف كتشوفوا كيجيو هشاش بزاف ولذاذين. كيف كتشوفوا كان هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد فيديوهاتي فورا نزولها. الى اللقاء، الى وصفه قادمه ان شاء الله.